هنروح نشوف لقاءات مع زميلنا العزيز محمود شاكر من قطر بعد مباراة السعودية وبولندا، وبعد كده هنروح لفاصل ونرجع مع الكابتن الكبير كابتن حسن مصطفى وأيضا محللنا العزيز محمد عبد الوهاب. خليكم معنا. لسه مستمرين معاكم هنا من لوسيل بوليفارد او درب لوسيل، احدى اكبر الاماكن اللي فيها مشجعين هنا في الدوحه، ومعايا احدى المشجعين السعوديين. عاوز اقول لك اول حاجه انا معجب جدا باللوك بتاعك. حبيبي حبيبي الله يسعدك. ايه رايك في اداء المنتخب السعودي النهارده؟ وهل في ان شاء الله امل للمنتخب السعودي يروح الدور الثاني، خصوصا المباراه الجايه مش سهله قدام مباراه قدام المنتخب المكسيكي؟ والله شوف اخوي، انا اول شيء المباراه ما شفتها، انا بالملعب ولاني مركز بالمباراه، كلها هزوج وغاني وفرحة. وصول الكأس العالم أكبر فرحة أكيد. حتى الصوت راح، والله الصوت راح، لكن نقول إن شاء الله أن نخلص قدام المكسيك ونجي بنفس المكان هذا ونفرح إن شاء الله. يعني للحين الكورة ملعبنا، الكورة ملعبنا. اليوم أدينا أداء إحنا راضين عنه، ولكن إن شاء الله القادم أجمل. هل شايف المنتخب السعودي يقدر يعمل يقدر يحصل الثلاث نقاط من المكسيك؟ بإذن الله قادر على الأداء اليوم، مرضي جدا، ولكن ما شملنا الحظ. طب انت شايف ايه اسباب ان المنتخب السعودي النهارده خسر المباراة 2-0 رغم ان هو قدم أداء كويس؟ والله اتوقع اول سبب الثقة اللي اكتسبوها من مباراة الارجنتين، دخلوا على اساس انه بولندا اسهل من الارجنتين، وهذا السبب اتوقع من احد الاسباب الرئيسية. وغير كذا عندنا اصابة اهم لاعبين عندنا اثنين اللي هم سلمان الفرج وياسر الشهراني، نتمنى لهم ان شاء الله بالسلامة، وان شاء الله مع المكسيك نتاهل باذن الله. المنتخب السعودي قدم اداء مشرف بهذه البطوله، وان شاء الله قدام المكسيك نحاول نعدل الاخطاء. بولندا جتوا خطأين واستغلها وفاز. هل ياسر الشهراني تاثيره غيابه ممكن ياثر على المنتخب السعودي في المباراه الجايه، خصوصا المنتخب المكسيكي زيه زي المنتخب السعودي عاوز يحصل ثلاث نقاط ويروح للدور اللي بعده؟ أكيد غيابه مؤثر، واليوم المنتخب السعودي قدم مستوى ممتاز جدا، بس ما وفقنا الحظ. اليوم الحظ ما هو معنا، ولا قدم المنتخب السعودي اليوم مستوى فوق الخيال، مسك اللعب 90 دقيقة واسمه، والبلانتي اللي ضاع سالم هو اللي حطم اليوم. يعني أنت شايف حظوظ المنتخب السعودي لسه قوية إن شاء الله في تاريخ؟ لسه إن شاء الله، إن شاء الله متفائلين خير. First of all, welcome on the Egyptian TV. Hard luck for the game. I know that Argentina won 2-0. What's your expectations for the next match against Saudi Arabia? And I want to know if you think that Mexico will go to the next round. Well, I think that we have to win the next game, that if we want to be in the next round. So it's a final for us. We have to learn about this game. And that's the Messi factor. So we don't have Messi, and when you leave Messi 2 minutes, that happens. Okay, let me translate. طبعا انا سالته وقلت له ايه رايك او ايه توقعاتك للمنتخب المكسيكي بعد مباراه النهارده بخساره 2-0. بيقول لي بيرد عليا بيقول لي احنا لازم ان احنا نلعب مباراه السعوديه، ولازم ان احنا نكسب مباراه السعوديه عشان نروح الدور اللي بعده. احنا النهارده عملنا مباراه كويسه، ولكن ده تاثير ميسي الساحر. اوكي، how do you see that Saudi Arabia is a tough team. How you see the match, next match, Saudi is a tough team and they need the 3 points as well so that they can go to the next round. It will be a tough game. Yeah, it's like a final. That's all. It's like a final, and the finals, you have to win it. So it's a final for both teams. They have to win if they want to pass, and almost great that Argentina doesn't want to Poland. So it's going to be a final. Thank you, and good luck in the next match. Thank you. طبعا انا سالته بعد كده هل حاضر اسالك، سالته شايف ازاي مباراه السعوديه، خصوصا المنتخب السعودي بيقدم اداء قوي، بيقول لي اشبه بالمباراه النهائيه والفريق الافضل هو اللي هيفوز ان شاء الله. اكيد بالتوفيق لكل الجماهير العربيه وكل المنتخبات العربيه، ولسه مستمرين معاكم في لقاءات اخرى.